سمعت أن أبا سفيان يحشد الصفوف لملاقاة محمد. نعم يا أخي، سأكون أول المحاربين هذه المرة. وتتركني وحدي يا أخي؟ لا تخف يا أخي، سأعود إليك منتصرا على محمد. يا قوم، لقد توعدنا محمد بحرب لا هوادة فيها يوم بدر، وها هو يقترب، فإلى القتال. فلنضع نهاية محمد وأتباعه هذا العام، فأعدوا عدتكم. إلى النصر، إلى النصر. أبا سفيان، ما لي أراك صامتا؟ تبدو غير متحمس هذه المرة. لا 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 شيء، أنا سأقود المعركة وسننتصر. الأخبار الواردة من مكة تؤكد أن المشركين يعتزمون الذهاب إلى بدر لملاقاتنا مرة أخرى. رسول الله سيخطب في المسلمين بعد صلاة العشاء، لننتظر ما سيقوله. لا أدري ماذا يريد محمد وأتباعه. ما فائدة الخروج لملاقات قريش مرة أخرى؟ ألم يتعلموا مما حدث في أحد؟ وماذا ستفعل يا سيد الأوس والخزرج؟ إنهم سيطالبوننا بأن نحارب معهم. نحن لن ندخل في حرب لا شأن لنا بها، ولكن هذه المرة سنقوم بدور مختلف. يجب علينا أن نثبط همم المسلمين فنجعلهم لا يرغبون في القتال. سننتظر ما سيقوله محمد وبعدها سنتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جموع المسلمين بالمدينة، مذكرهم بما انتوته قريش من ملاقاتهم في بدر مرة أخرى، وأن عليهم الخروج إليهم حتى يفعل الله ما يريد. ولكن يا محمد، هذه حرب لا داعي لها، فقريش في مكة وأنت هنا، ولا يوجد داع لحرب في بدر مرة أخرى، فلنتركهم ونظل هنا. نحن لا قبل لنا بحرب جديدة مع قريش
لا داعي لها. وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم همهمات الجميع وأبلغهم بخروجه إلى ملاقات قريش في بدر على رأس 1500 مقاتل، وولى على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. تختار عبد الله ابني يا محمد ولست أنا؟ وخرج الرسول على رأس جيش قوامه 1500 رجل في طريقهم إلى بدر، ووصلوا إلى بدر قبل المشركين، وأقاموا بها 8 ليال كاملة. وأين كان المشركون وقتها؟ سفيان، لا أدري لماذا أراك صامتاً لا تتحدث، ليس هذا من طباعك؟ يبدو يا أبا سفيان أن أمر هذه المعركة لا يروق لك. ليس الأمر هكذا، ولكن سيدي القائد أبا سفيان، لقد اقتربنا من بدر. توقفوا توقفوا. ما الخطوة أبا سفيان؟ اسمعوني جيدا يا قوم، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا عام جد، وإني راجع، فارجعوا ارجعوا. ماذا تقول يا أبا سفيان؟ ماذا تقول؟ هل جننت يا أبا سفيان؟ أنا عائد، فأكملوا أنتم إذا أردتم. قد جن الرجل. يا لعارك يا هند يا بنت عتبة، يا زوجة من كان سيد قريش، يا للعار! اصمتي يا امرأة، اصمتي وإلا قطعت عنقك. تقطع عنق امرأة وتهرب من مواجهة محمد؟ ماذا حدث لك يا أبا سفيان؟ إنك لم تفعل هذا قط، فماذا حدث؟ لا أدري، ولكني لا أريد محاربة محمد هذا العام، لا أريد.